دلوقتي هنتابع مع حضراتكم لقطات وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين منذ قليل، تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ للقيام بزيارة لدولة الصين الشعبية. هذه الزيارة يعني ستتضمن عقد مباحثات قمة تجمع الرئيس السيسي بنظيره الصيني، وأيضا سيعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من اللقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، وأيضا سيتضمن جدول حضور السيد الرئيس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. هذه اللقطات منذ قليل تأتينا من العاصمة الصينية بكين و لحظات وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هناك.
إذن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وذلك للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأضاف متحدث الرئاسة أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب على غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر. وستتضمن الزيارة أيضا حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 من مايو بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب. ومن المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيز هذه العلاقات.